هذا مشروع سنة 2022 ماشي مشروع 2015 عاد تعرض على البرلمان، والمحامون اليوم وقفة واحدة مع مجالس مهنية ونقبائهم وجمعياتهم المهنية، الكل يناضل من أجل قانون يرتقي إلى تطلعات المواطن المغربي، من أجل قضاء قوي ومستقل، من أجل محاماة فاعلة، ولصون حقوق المواطن والمكتسبات الدستورية. هذا مشروع قانون رجعي، مشروع قانون يهين المواطن ويهين الدولة حق القانون، وكيبخس العدالة وكيبخس المحاماة ويستعدي المحاماة وكيضرب دولة حق القانون. فنحن أمام فضيحة تشريعية بكل المقاييس. هذا قانون تمييزي، قانون ظالم، قانون ضد المواطن وضد مهنة المحاماة اللي هي كتضمن الحق في الدفاع دستوريا. هذا المشروع هذا لإسكات المحامي كصوت المحامي ضد المتهم ولا ضد أي شخص؟ هذا المشروع أولا هو ضد المواطن، والمحامين كيناضلوا لأنهم ينوبون عن المواطنين والمتقاضين أمام العدالة، فهو يتضمن انتهاكات صارخة لحق المواطن في الولوج المستنير للعدالة. صور معي أخي الكريم، هذا القانون المشروع قانون أغرق بالغرامات، كل من سيذهب للقضاء سيغرم، وكل من أثار دفوعا سيغرم، وكل من خسر الدعوى سيغرم. عنده واحد تصور بئيس لحق قاضي كحق حضاري وحق مضمون، تم إفراغ هذا القانون من محتواه. يعني المتقاضي ما عندوش الحق الاستئناف ياك؟ بعض القضايا ما عندوش حق فيها يستأنف، وبعض القضايا ما عندوش حق فيها في النقد، وهذا ما كاين حتى شي تشريع دستوري وحتى تشريع في العالم. المتقاضي يعني اللي خسر الدعوه ديالو كيخلص هو واحد الواجب كيولي مخلص؟ طبيعه الحال يؤدي واحد الغرامات على كل، اذا اعتبره القاضي سيء النيه، والاصل هو الاصل هو حسن النيه. هذا المشروع قلب المفاهيم، جعل من المواطن وكانه كيجي للمحكمه يصدعها، فهمتي معايا؟ نحن نناضل من اجل تغيير هذا القانون والارتقاء به الى مستوى حمايه المكتسبات الدستوريه اللي ضمنتها بلادنا. من مسلسل من عديد من النضالات اللي غناخذوا، البدايه كانت رساله الى زملائنا في القياده ديال جمعيه هيئه المحامين بالمغرب، نعلن عن استجابتنا وانضباطنا للقرار الذي اتخذوه. هما يعلمون الخلفيات الفوريه المتعلقه بالظرفيه، ونحن سوف نساهم ان شاء الله في المعارك المقبله. ثانيه، نهني انفسنا كهيئه الدار البيضاء لالتحاقنا بالجمعيه، بعد ما عشنا ولايه بيضاء ما كناش مشاركين في المعارك الوطنيه. ثالثا، نعتبر ان ما يجري ليس من صناعه لا وهبي ولا الوزاره ولا الحكومه، هذا واحد المخطط اللي خصنا نوقفوا له، لانه يمس في الجوهر الثوابت ديال الناس علاش ناضلات وعلاش تصالح، علاش تصالح المجتمع مع الدولة. هو استقلالية القضاء، لأنه كنعتبروا الآن كيف ما كان الحال وعلى علة السلطة القضائية، فنحن لازلنا نؤمن بأن السلطة القضائية إن تمكنت من استقلالها سوف تضمن لنا الحقوق. ولهذا إلا خدينا غير واحد نقطة في البحر ديال هذه المسطرة، وخدينا المسطرة اللي بغى يدير وزير العدل عبر مسطرة ديال التشكك المشروع باش يمس بالاستقلالية، هذا واحد السيف غيتهز على أي قاضي حياته كلها تبقى له يومين للتقاعد ويجبدوا ليه التشكك المشروع مشى ليه المصير، بمعنى غيبقى دائما مهدد. إذا النقطة الثانية هو أنه لا يعقل نعاود نرجعوا لكل ما من شأنه ديال المس بالنظام العام. هذه اللي كانت مع ظاهر 35 اللي خلى الاستعمار هي الآن كترجع، بمعنى غادي نساليو الناس تاخذ الحقوق ديالها ويجي النيابه العامه وتقول لك بطلان هذه المسطره. اذا كيفاش غادي نديروا ارجاع الحاله الى ما كانت عليه؟ وهذا فيه مساس بالمصداقيه ديال الاحكام القضائيه اللي كيضمن هذا الدستور. اذا انا لا اقول بانه فضيحه دستوريه او فضيحه تشريعيه، هذه مجزره دستوريه، وعلى الملكه كممثل اعلى الأمة ورئيس الدولة وأمير المؤمنين يفهم بأنه
بدون المحامين. هذه راه حلقه اساسيه في هذا المسلسل ديال الناس اللي غادي يواجهوا ماشي غير الامور الداخليه، ايضا الخارج. دابا راه الجزائر جابت ايران للمنطقه، وباش غتواجه هذا الشيء؟ الطبقه الوسطى اللي هي واعيه، اما الناس الاخرين راه كيتشراوها ب 20 درهم. كلنا امل بان هذه الوقفات يجب ان تصل الى اذان المسؤولين الحقيقيين وليس الوزير. الوزير هو أداة طيعة في يد من يدفعه إلى القيام بهذه التصريحات، وهذه التصريحات وهذه الخرجات يهدد مستقبلا، أنه يعلم جيدا بأنه مخطئ، وهدد في هذه القبة، هدد المحامين. ها المشروع جيد للمحاماة، نعم، يريد أن يكبل أفواه من يدافع عن الديمقراطية. كل من له غير عن هذا الوطن، سواء من الناحية ديال المواطنين، القضاة، وكذلك المحامون، هي حلقة لا يمكن من خلالها أن ينفرط هذا العقد. هذه الوقفة تؤكد أن الكل على يقين بأن هذه القوانين هدفها هو القضاء على الفئة البسيطة في هذا البلد، وإغناء الغني وإفقار الفقير، على أساس أن مجموعة من النصوص لا يمكن للمواطن أن يقوم بالاستئناف في مبلغ معين، كيف له أن يصل إلى حقه؟ التقاضي أصبح على درجة واحدة، لا استئناف لا نقد. سوف تلاحظون بأن هذه الخطوات يجب أن تقف، يجب أن تقف بهذه النضالات، بالإيمان القوي بمشروعية كل من حناجرهم تصدح بالحق يومه، لن تضيع ولن تضيع ولن تضيع أبدا. اليوم هذا المشروع يمشي أو هو مشروع ضد مبادئ الدستور 2011. للأسف ينبغي بعد دستور 2011 أن تكون مشاريع القوانين ملائمة للدستور، لكن ما يقع الآن هو أننا نشاهد مجموعة من مشاريع القوانين فيها خرق دستوري، فيها مس بالمبادئ الأساسية للدستور، فيها مس بحقوق الإنسان بشكل عام. للأسف الشديد، ما يجعل أن هذا المشروع صيغة ويراد تمريره بطريقة غير مشروعة، أنه طرحت مجموعة من التعديلات، وتعديلات شهد لها من طرف الجميع أنها تعديلات جدية، تعديلات في صلب الموضوع، لكن للأسف أثناء التصويت تم التراجع على تلك التعديلات التي نوقشت أمام اللجنة، والتي تم طرحها خلال اجتماع لجنة التشريع، وتم الانتكاسة على مختلف ما تم تحقيقه من تقدم على مستوى المشروع. المشروع الذي تم المصادقة عليه امام قبة البرلمان لا يتماشى حتى مع المشروع الاول في صيغته التي طرحت في ولاية وزير العدل مصطفى الرامي. بالتالي هذا المشروع نجهل مصادر التشريع فيه، نجهل طريقة التفكير في وضع تلك المقتضيات، نجهل المبادئ التي اعتمدت في صياغة مقتضياته، ولهذا نعتبر أن وزير العدل يتحمل مسؤولية تاريخية تجاه ما يحدث من انتكاسة قانونية بالأساس، وانتكاسة دستورية على مستوى مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر مشروع المتقاضين، مشروع حقوق المتقاضين. ما ورد أو ما تم إيراده في هذا المشروع لا يتماشى أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. الآن نسعى إلى عدالة متطورة، عدالة تواكب التطور في المجال الإلكتروني، لكن الوزير يسعى إلى إخراج مشروع مشوه بواحد السرعة قصوى اللي تتخلي علامة استفهام مطروحة. ما الغاية من محاولة إخراجه في هذه الظرفية بالذات وبتلك الطريقة التي تمس المكتسبات وتمس الحقوق؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب
وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.